بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة ودرس جديد في النصوص عنوان آيات العلم، وهذا النص حفظ للشاعر محمد الهراوي أو محمد الهراوي، الاثنين موجودين سواء بتضعيف الراء أو لا. طيب، إحنا عندنا في الدرس ده، في هذا النص يعني، لابد ان احنا نعرف نطلع منه في نهايته خالص فوائد العلم فاللي احنا هنسمعه من ابيات في هذا النص. طيب، ولازم نعرف اهمية العلم والعلماء وكيف ان احنا نستخرج من هذه الابيات الفكر الاساسية للنص ونتذوق مواطن الجمال بسهولة ويسر باذن الله. واهم حاجة من ده كله فضل التربية الصالحة وعلاقتها بالعلم. طيب، الشاعر محمد الهراوي هو شاعر مصري معاصر، ولد في قرية هرية أو هرية رزنة بمحافظة الشرقية، وهذه القرية موجودة في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ولد عام 1885 ميلادية. كويس، نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والأدب، بيحب العلم والأدب سواء كان الشعر أو النثر. الأدب هنا نقصد به الشعر أو النثر، الشعر والنثر كلاهما. طيب، كان جده كبير علماء مصر في عهد محمد علي. يبقى جده كان كبير العلماء بالنسبة لمصر، كان وظيفته كده كبير العلماء أو لقب. وكان خاله شاعر معروفا، وهو تولى نشأته وتربيته. تعليمه، تعلم في مدارس القاهرة والإسكندرية. حياته، عاش بمصر وسوريا ولبنان وفلسطين. عمل موظفا بوزارة المعارف العمومية، ثم انتقل إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة، وزارة المعارف دلوقتي اللي هي وزارة التربية والتعليم. ودار الكتب دي كانت من أهم دور اللي موجودة بالنسبة للمكتبات، المكتبات التابعة للحكومة، كانت أكبر دار للنشر أو دار للكتب، بها المجلدات التي من التراث العربي، كل ما يحتاجه الباحثون. شهرته، اشتهر بأنه رائد شعر الأطفال بالوطن العربي على الإطلاق، شاعر الأطفال. طيب، إزاي شاع على الإطلاق يعني؟ رغم إن هو إيه في هذه الحقبة من الزمن، رغم معاصرته للشاعرين الكبيرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، إلا أنه استطاع بموهبته الفطرية الشعرية أن يظهر بين هذين العملاقين، ولكن بتخصص شعر الأطفال. طيب، دعوته، أول من دعا إلى إقامة مهرجان سنوي للشعر، وأطلق عليه سوق عكاظ. مهرجان سنوي للشعر، وكان المهرجان ده سماه هو محمد الهراوي، سماه سوق عكاظ، وهو صاحب أول دعوة لهذا المهرجان. يعني هو كان له السبق في إقامة هذا المهرجان السنوي للشعر العربي. أهم مؤلفات هذا الشاعر، له عدد كبير من المطبوعات الشعرية للأطفال تتنوع بين الأغاني والأناشيد والشعر التعليمي والتمثيليات، منها سلسلة سمير الطفل للبنين والبنات، أو سمير للأطفال أو الأطفال، وشمس الضحى والذئب والغنم. اخترت لكم نموذجا من شعر الأطفال أو كتاب في أغاني أو تمثيليات أو مسرحيات أطفال. وفاته، توفي رحمه الله عام 1908 ميلادية. مضمون النص إيه؟ طبعا احنا كده أخذنا بعض من سيرته الذاتية. مضمون النص هنا يوجه الشاعر دعوة إلى الآباء،
بضرورة تربية وتعليم أبنائهم سواء كانوا بنين أو بنات. الدعوة هنا بنأخذها من أي موجود فعل أمر عندي، أفعال الأمر اللي هو بدأ به النص، ربوا بنيكم، علموهم، هذبوا فتياتكم. فدي كده دعوة. دعوة هنا للشاعر لمين؟ من الشاعر إلى أولياء الأمور أو إلى الآباء، موضحا في هذه الدعوة فضل العلم وخطر الجهل. هذا الكلام في أول 5 أبيات سندرسها اليوم بإذن الله. ثم دعوة أخرى إلى التأمل في حال المجتمعات التي تقدمت بفضل الله عن طريق العلم، المجتمعات أو الأقوام أو الدول اللي تقدمت عن طريق العلم فوصلت إلى المخترعات الحديثة مثل الطائرات والسفن كما في باقي النص بعد كده إن شاء الله، وأجهزة الإرسال وغيرها من باقي المخترعات الحديثة. ثم يخص بالدعوة الأخيرة شباب مصر بأن يقبلوا على العلم جماعات بعد أن بيّن لهم آثاره العظيمة. يقبلوا على العلم بعد ما هو وضح لهم وأوضح لهم آثار العلم وفوائده. طيب بيقول لي هنا أول حاجة الفكرة اللي احنا هناخدها إن شاء الله، فكرة واحدة وأبياتها من 1 إلى 5 والأبيات الدالة عليها. أول فكرة بيقول لي دعوة إلى حسن التربية، كويس، كفكرة جزئية في البيت الأول، ماشي، وفضل العلم في البيت الثاني، وخطر الجهل الثالث والرابع، ثم بعد كده فضل برضو العلم. يعني احنا ممكن نلخص ده كله التربية والتعليم، حسن التربية وحسن التعليم تمشي. يقول الشاعر: ربوا بنيكم، علموهم، هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام، وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أجل مقام. انظر انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. قلنا الأبيات حفظ، نكتفي بها ذي الخمس. أولا معاني المفردات: ربوا أي أدبوا ونشئوا، وهذبوا ربوا بس تربية صالحة فيها رقة شوية وفيها اختلاف بين ربوا وهذبوا، يبقى الاثنين في بينهم ترادف، أيوة، بس هذبوا أفضل شوية. طيب كلمة خير بمعنى أفضل وأحسن، وجمع كلمة خير خيور وخيار وأخيار، عشان خاطر بقى ناخد بالنا من جمع التكثير. كلمة قوام المراد بها أساس وعماد، فالعلم خير قوام يعني خير أساس أو خير ما تعتمد عليه أو تبني عليه بناءك. لما يقول لي هنا المعدمين المراد بها أن هنا الفقراء، والمضاد الأغنياء والأثرياء. الدنيا جمع الدنيا دنا، الدنيا جمعها الدنا، والدنيايات، والدنيايات جمع جديد علينا، والمذكر من الدنيا الأدنى. كلنا فاكرين ان اللغويات تأتي في الجمع فقط، لا، ممكن يأتي المذكر منها. بيجيب لي اختيارات: الدنيا على وزن الفعلة زي الحسنى، المذكر منها الأحسن، وبالنسبة للدنيا الأدنى، ومضاد الدنيا الآخرة، كويس. طيب كلمة حطام، ما هو الحطام؟ الحطام ما تكسر من الشيء، ما تكسر من الشيء، بقية الشيء، الحاجات اللي تكسرت منه. طيب أما المراد به هنا في الأبيات أنهم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام،
أي بغير متاع أو بغير مال قليل. هنا يدل على إيه؟ القلة. وجمع كلمة حياة الحياة الحيوات، تمام؟ أما من يخطئ ويقول جمع الحياة الحيوان، لا، كلمة الحيوان الواردة في القرآن الكريم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية وليست جمع لكلمة الحياة، فكلمة الحياة جمعها الحيوات. طيب يقول لي ساع، كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، ساع يعني ماش ذاهب، تمام، ماش أو ذاهب. طيب والجمع جمع ساع سعاة وساعون، يبقى جمع ساع هي ساعي سعاة سعاة، أو جمع مذكر سالم لأنه وصف لعاقل. طب والمضاد، مضاد ساع، هنا احنا قلنا المراد بها هنا واحد ذاهب، يبقى مضادها واحد ايه؟ المضاد راجع وعائد وآيب، من الفعل آب يؤوب فهو آيب، عشان كده في دعاء السفر واحد بيقول ايه؟ آيبون تائبون، يبقى آيب آيب أو آت، هي عكس كلمة واحد ذاهب والتاني آت، تمام. كلمة حسام، حسام المراد بها هنا السيف، المراد بها هنا إيه؟ سيف، لأن كلمة حسام اسم أو لقب من السيوف. طيب والجمع أحسمة، جمع قلة أحسمة، ودي كان فيها إيه؟ ضجة كبيرة في الامتحان في العام الماضي. طب والجهل يخفض، يخفض هنا المراد ينزل من قدرها، يخفض إيه؟ أمة، يبقى هنا مش يخفض يعني يوطي أو يميل، لا، المراد هنا في المكانة، يخفض يعني ينزل من قدرها، يبقى المضاد إيه؟ يعلي قدرها، يعلي قدرها. طب كلمة أمة جماعة من الناس، والجمع أمم، والجمع إيه؟ أمم. طب يذلها، يذلها مش يستعبدها، لا، المراد بها هنا يحقرها، بيتكلم على تقليل من الشأن، يحقرها، يبقى المضاد يعلي شأنها ويعزها، مضاد يذلها يعلي شأنها ويعزها. أجل مقام، كلمة أجل يعني أعظم، يبقى المضاد أحقر وأدنى، تأتي كثيرا، يبقى كلمة أجل معنى أعظم والمضاد أحقر وأدنى. طيب كلمة مقام لنا معها وقفة، مقام بفتح الميم أي مكان مؤقت، بس والمراد هنا منزلة ومكانة، أجل مقام يعني أعظم مكانة وأعظم منزلة. أما كلمة مقام ده مكان دائم بقى واستقرار، وفي ثانية بنقول عليه مصدر ميمي يعني الإقامة نفسها، تمام؟ لا مقام لكم لا استقرار لكم، إنما مقام إبراهيم بفتح الميم، مقام يعني المكان، مكان هنا إيه؟ مكان اللي وضع فيه سيدنا إبراهيم رجله أثناء بناء البيت، تمام. فهنا عندي بقى كلمة المقام بفتح الميم اللي هو مكان مؤقت يقوم فيه الإنسان، أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك، من الفعل قام، يبقى الفعل من مقام قام، أما الفعل من مقام فهي أقام، أحسنتم. كلمة كيف سمت، سمت يعني علت وارتفعت، والمضاد انحطت وتدنت، كيف سمت بهم، يبقى كيف علت وارتفعت، سمو في المكانة. المحل اللي هو المكان، والجمع محال، المحال هنا فيها شدة آخر الكلمة، يبقى برضو الجمع به شدة. المحل السامي أي العالي في المكانة، جاي من السمو والرفعة كما قلنا في كلمة سمت. السامي مضادها الوضيع، أنت بتتكلم في مكانة ومنزلة. الأقوام جماعات من الناس، والمفرد القوم، كويس.
طب وكلمة القوم ما هي برضو لها مفرد، وهي مفردها ايه؟ الرجل. يبقى مفرد القوم الرجل، لأن القوم يا قوم يعني يا أهلي من الرجال، يبقى برضو مجموع وله ايه؟ له مفرد، ولكن ليس من لفظه. يبقى القوم جماعة من الرجال، يبقى لها مفرد، لها مفرد ولكن ليس من لفظها، يبقى مفرد القوم الرجل. طبعا آخر حاجة كان بيقول لي انظر، انظر هنا بمعنى ايه؟ المراد بها تأمل. يبقى المراد بانظر، يبقى المراد بها ايه؟ تأمل. تمام؟ بارك الله فيكم. طبعا هنا عندي بمنتهى البساطة كده الأبيات شرحها يسهل علينا إذا حفظنا المرادفات. طبعا في أول بيت ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم. طيب هنا الشاعر بينصح الآباء بأن يحسنوا تربية الأبناء والبنات، بس مين؟ بناتهم وأبنائهم. طيب وينشئونهم على إيه؟ ينشئهم على حب العلم والجد في طلبه. طب ليه؟ لماذا؟ يكمل الشاعر فيقول فالعلم خير قوام. يبقى تعليل لما إيه؟ لما قبله في أساليب الأمر، في ربوا وعلموا وهذبوا، لأن العلم هو إيه؟ أفضل أساس لبناء الإنسان. خير قوام يعني خير إيه؟ أساس لبناء مين؟ الإنسان اللي هو الولاد والبنات. تمام؟ يقول لي والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. العلم ده هو مال الناس الفقراء الذين لا يمتلكون في الدنيا متاعا. فيه فبه بالعلم ده بقى يحققون أملهم، يعني العلم ده فيه تحقيق لأملهم رغم أنهم ما عندهمش حتى متاع قليل. في البيت الثالث يقول وأخو الجهالة، يعني الإنسان الجاهل في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام. الإنسان الجاهل ده يتخلى عن العلم بالضبط زي مين؟ زي الجندي الذي يدخل ساحة الحرب بلا سلاح، طبعا فيها دلالة على غبائه وضعفه وأكيد هزيمته. الجاهل يفشل في حياته وينهزم، ويبقى كده إيه؟ دليل على الغباء اللي هو الحمق، كما بالضبط الجندي إذا دخل ساحة المعركة وساحة القتال بغير إيه؟ بغير سلاح. والجهل يخفض أمة ويذلها، فلذلك بقى إيه؟ فالجهل يضعف الأمم ويحقر من شأنها، والعلم يرفعها أجل مقام، أما العلم فيسمو بها إلى أعلى مكانة ومنزلة. في الآخر آخر البيت الخامس انظر إلى الأقوام، تأمل بقى هنا دعوة إلى التأمل، انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. دعوة وتأمل، تأمل بقى كده، انظر وتأمل وفكر وتدبر في حال الأمم الحريصة على العلم كيف ارتفع قدرها بالعلم والمعرفة، لأن بسبب العلم والمعرفة تتقدم الأمم ويعمل لها ألف حساب. نأتي بعد ذلك إلى مواطن الجمال. مواطن الجمال اللي عندنا هنا طبعا واضح قوي، ربوا علموهم هذبوا، كلها أساليب أمر. بنقول أسلوب أمر هنا الغرض منه النصح والإرشاد. طيب هو هل كل أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد؟ بنقول لا، إذا كانت فيها مصلحة لمين؟ إذا كانت فيها مصلحة لمين؟ للمخاطب، يبقى فعلا غرضها النصح والإرشاد. طب هذه الأساليب الأمرية دي توحي بإيه؟ بأهمية التربية والتعليم، ربوا علموا، يبقى هنا أهمية التربية، لأن كلمة توحي دي دايما بنغلط فيها ونكتب ان غرضه نصح وارشاد، تحب النصح والارشاد، لا، الايحاء بخلاف الغرض. هنا غرض الامر، هنا الامر موجه ممن الى من، وهنا الامر هنا فيه مصلحه للمخاطب ام لا، للمامور ولا لا. اما الايحاء الامر ده بيوحي بايه؟ بيدل مثلا، يدلنا على ايه؟ ايه اللي استفدته لما سمعت هذا الامر؟ التربيه والتعليم، انت بتامرني بيهم، يبقى اكيد دول ايه؟ لهم من الأهمية بمكان، يبقى توحي بأهمية التربية والتعليم في حياتنا. طيب نشوف هنا تاني ربوا هذبوا.
بين الكلمتين ترادف، وهذا الترادف يؤكد المعنى، المعنى المراد اللي هو ايه؟ التربية، أي تربية صحيحة صالحة. يبقى هنا ايه برضو؟ هنا عندي يؤكد المعنى المطلوب في هذين الأمرين، يبقى رب وهذب بينهما ترادف يؤكد المعنى. طب نشوف هنا بنيكم وفتياتكم، رب بنيكم وبعد كده هذبوا فتياتكم. بنيكم وفتياتكم بينهم تضاد. التضاد هنا عندي بيعمل ايه؟ قال لي يوضح المعنى ويؤكده. يبقى التضاد فيه توضيح للمعنى وتأكيده، أما الترادف تأكيد المعنى فقط. هنا نلاحظ الدقة، التضاد يوضح المعنى ويؤكده أو يقويه، أما الترادف يؤكد المعنى فقط. الواحد اسكت أنصت، يبقى هنا عندي إيه؟ أنت بتأكد المعنى، ده مش بتوضح. إنما التضاد وبضدها تعرف الأشياء. لما يكون واحد لابس أبيض والتاني لابس أسود فكده يبقى الاتنين واضحين، يبقى كده توضيح المعنى. طب نشوف كلمة بنيكم فتياتكم، إضافة ضمير اللي كاف الخطاب دي اللي هي كم للجمع إلى كلمة بنين وكلمة فتيات لها دلالة تدل على أنهم ليسوا بغرباء عنكم، لولادكم أنتوا سواء بنين أو بنات. طب توحي بالإيه؟ توحي بإيه بقى؟ بالاعتزاز بالحب أو إظهار الحب، إن دول ولادكم مش حد غريب عنكم، يعني من جلداتكم، ده بنيكم وفتياتكم، ولادكم انتوا وبناتكم انتوا، عشان كده بحبكم لهم تظهر ايه؟ تظهر التربية والتهذيب والتعليم. تمام. نشوف هنا بقى كلمة ربوا وعلموا، ربوا بنيكم علموهم. قدم الشاعر هنا الفعل ربوا على الفعل علموا، لها دلالة طبعا اكيد، ربوا الأول وبعد كده علموا، يبقى يدل على إيه؟ أحسنتم، يدل على أهمية التربية، أهمية التربية أولا، عشان كده الشيء المقدم له أهمية، إذا قدمت شيئا فأنت تهتم به، يبقى تقديم التربية على التعليم يدل على أهمية التربية. طب ليه؟ نوضح من عندنا إحنا نقول إيه؟ لأنها توجه العلم إلى الصلاح، لأن التربية هي اللي بتوجه العلم. إنسان متربي كويس هيبقى هيتعلم كويس، مش هيتعلم حاجة إيه؟ حاجة فاسدة أو حاجة صالحة. يبقى التربية نقدر نقول هي أساس للتعليم، التربية هي الموجهة للتعليم، ولهذا نتفق مع الشاعر في أنه قدم الفعل ربه على الفعل علمه. طب ما هو أصلا كده كده الطفل بيتربى الأول من سنة اتنين تلاتة وبعد كده يبدأ يتعلم في مرحلة بقى التمهيد الروضة أو الكيجي وما إلى ذلك. بقى فعلا صح، يبقى الحياة تثبت أن التربية أولا مقدمة على التعليم، بس ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأبناء والبنات. طيب فالعلم خير قوام، العلم مبتدأ وخير خبر وقوام مضاف إليه. العلم خير قوام، هي احنا قلنا أساس، يبقى فيها على طول ايه؟ تصوير، لان العلم مش اساس. يبقى انت صورت، يبقى تصوير للعلم بالاساس الذي يقوم عليه البناء. يبقى هنا سهل قوي، فالعلم خير قوام، تاتي كثيرا في الامتحان. ايه الجمال اللي فيها؟ ما الجمال في قول الشاعر فالعلم خير قوام؟ بيقول لي تصوير للعلم بالاساس الذي يقوم عليه البناء. بناء من؟ بناء الاولاد والبنات. احسنتم. طيب كلمة فالعلم خير قوام، علاقتها بما قبلها؟ برضو بنشوف الكلام ده، علاقتها ايه بما قبلها؟ ربوا، علموا، هذبوا. ليه؟ فالعلم يبقى فعلا صح، وهو تعليل لما قبله. يبقى كده فعلا قدرت ان انت تستنتج العلاقات بين الجمل وبعضها. جملة اتت قبل، يعني بعد اسلوب، تعرف علاقة الجملة دي بالأسلوب اللي قبلها إيه. تمام؟ تمام. والعلم مال المعدمين. والعلم ثروة، ده العلم معلومات، صح؟ يبقى تصوير للعلم بالثروة بالنسبة لمن؟ ثروة بالنسبة للفقراء المعدمين. يبقى العلم مال، يبقى كده تصوير العلم بالمال، لأن العلم مش مال، العلم معلومات، وإن كان ينتج عليه بعد كده الثراء، بس هنا تصوير للعلم بالإيه؟ بالثروة بالنسبة لمن؟ للفقراء.
طيب ده يدل على ايه؟ قال يدل على قيمه واهميه العلم في حياه البشر. يبقى هنا عليه، لان هو بيقول لك هو ده الثروه بتاعته. يبقى فعلا صح، حياتنا احنا بقى كلنا هي ايه؟ العلم، اهميه العلم وقيمته ايه في حياتنا؟ ان ده الثروه اللي احنا ايه؟ طلعنا بيها، او اللي احنا عايشين فيها، او اللي احنا بنتنعم بيها. فالعلم سبب لمين؟ للثراء وللثروه. تمام؟ طب كلمه مال وكلمه معدم. احنا معدم قلنا يعني فقراء، وكلمه مال تدل على الايه؟ ثروه. يبقى فعلا بينهما ايه؟ تضاد في المعنى. ما العلاقة بين مال والمعدمين؟ وبينهما تضاد، والتضاد زي ما قلنا يوضح المعنى ويؤكده. طيب هنا يقول لي خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. خرجوا إلى الدنيا بغير متاع أو مال قليل. يبقى ده تعبير يدل عليه على شدة فقرهم. شدة فقرهم. علشان كده ليه؟ لأن هم خرجوا بدون علم. تمام، يبقى كده بيمهد لي الايه؟ لأهمية العلم بقى اهو، لما بيقول لي وأخو الجهالة. وأخو الجهالة. طيب بالبلد كده باللغة العامية بتاعتنا، هي الجهالة ليها أخ؟ أو ممكن يبقى أنت ايه؟ لا، دي الجهالة اللي هو الجهل. يبقى تصوير للجهل بإنسان له أخ أو صاحب يلازمه. لأن الأخ دايما معاك في البيت وممكن يكون خارج البيت. فهنا عندي إيه؟ عشان بس نعرف كلمة الملازمة. لأن في كتب تقول لك تعبير يدل على الملازمة، وأن الفقر أو الجهل يلازم صاحبه. يبقى نعرف إزاي؟ أخو الجهالة تصوير للجهل بإنسان له أخ أو صاحب يلازمه. خلاص؟ لأن هو ده في تكملة البيت اللي هو كأنه ساع إلى حرب بغير حسام. ومين اللي كأنه؟ يبقى هبدأ هنا التشبيه من هنا أو التصوير من هنا اللي هي الهاء في كأنه. هو مين ده؟ تمام، الإنسان الجاهل. كأنه إيه؟ واحد كده ذاهب إلى حرب بإيه؟ يبقى بالمحارب. يبقى ساع إلى حرب، يبقى هو المحارب أو المقاتل. يبقى فعلا تصوير للجاهل بالمحارب الذي يخرج للحرب بدون ايه؟ بدون سيف وبدون سلاح. طب ده يبقى فيه إيحاء زي ما قلنا في الاول، وهذا يوحي بضعفه وبايه؟ وبهزيمته وبايه؟ وبحمقه، اي عدم تفكيره التفكير السليم. طب ساع الى حرب. حرب هنا عندي نكره. اتت نكره لماذا؟ ما سر وكلمة حرب إنها أتت نكرة؟ قلنا نكرة للتهويل. نكرة إيه؟ للتهويل. يبقى هنا بيهول من هذه الحرب. ده أنت رايح حرب يا راجل بدون سلاح. يبقى هنا عندي تهويل لكلمة حرب. في الجملة الثانية بعد كده والجهل يخفض أمة ويذلها. يخفض أمة، هو الجهل إنسان بيذل أو إنسان بينزل مكانه؟ لا، يبقى هنا تصوير للجهل بإنسان يهين ويحقر ويخفض إيه؟ قدر الأمة. يبقى هنا عندي شو بقى فيها تنفير من الجهل إزاي؟ بقى فيها مثلا كده ممكن أقول تحب إيه؟ بتنفير من الجهل، تحب إيه؟ بمساوئ الجاهل أو الجهل نفسه. تمام؟ يبقى للجهل إنسان صورته إن هو إيه؟ الجهل ده إنسان يهين ويحقر ويخفض قدر أمتي أو قدر الأمة. طب وهل الأمة دي شيء مادي يخفض أمة والجهل يخفض أمة؟ قلنا قبل كده في النصوص السابقة أو في النص السابق اللي هو رحمة ومحبة، خلي بالنا منين؟ من الفعل يخفض. مين اللي يخفض؟ لها فاعل ومفعول. يبقى فيها تصوير في الفاعل اللي هو الجهل، يخفض هو يعود على الجهل. يبقى هنا عندي تصوير لإيه؟ للجهل اللي هو الفاعل بإنسان. طب يخفض أمة، أمة هنا مفعول به، هل الأمة تخفض تنزل يعني؟ يبقى برضو فيها تصوير فين؟ في المفعول. بنقول في الكبار ده امتداد للصورة، ماشي. طب احنا هنا ده في تالتة اعدادي نقول ايه؟ وتصوير للأمة بشيء مادي يخفض. تصوير للأمة بشيء مادي يخفض، تنزل ايه؟ مكانته. طب ده في إيحاء؟ طبعا في إيحاء في الاثنين في الصورتين. وهذا يوحي بمساوئ الجهل. يوحي بايه؟ بمساوئ الجهل. طب وهنا عندي فيها دعوه كده
ما بين السطور، يعني ايه دعوة بين السطور؟ اللي هو التنفير من الجهل، بننفر الناس ان هم يبقوا ايه، ان هم ما يتعلموش او ان هم يبقى عندهم جهل. نتكلم بلغة عامية عشان نقدر نستوعب، لان هو من النص الايه اللي ممكن ان انا اذا حفظته استعين به فين؟ في التعبير وفي الاستشهاد في مواضيع التعبير اللي عندي، استشهادات. فياريت كلنا ان شاء الله نحفظه. بعد كده يقول لي خلاص شفنا كده بقى دور الجهل ونفرنا منه وشفنا مساوئه. يقول لي كلمه امه نكره ليه؟ يخفض امه، اي امه في اي مكان، صح؟ مش ده هنا عندي دور الجهل؟ انه بيخفض ايه؟ اي امه ويذلها. يبقى هنا امه جت نكره للعموم والشمول. عشان افرق ما بين نكره عموم والشمول، نكره للتهويل، نكره للتعظيم، نكره للتقليل. فين هنا بقول هنا ايه؟ بحط كلمه انه بيخفض اي امه، يبقى امه جت نكره، احسنتم، للعموم والشمول. طب يخفض ويذلها، ما علاقه يذلها بالفعل يخفض، او ما علاقه يذلها بما قبلها؟ والاذلال ده والمكان اللي هي اللي نزلت فيها دي الامه دي مش نتيجه لما قبلها؟ تمام، يبقى هنا يذلها نتيجه لما قبلها. خلاص كده تمام. يقول لي هنا بقى دور العلم، والعلم يرفعها اجل مقام. العلم برضو بايه؟ بيرفع مين؟ الامه. هل العلم بيرفع قدر؟ لا، ده اللي بيرفع قدر بيرفع في الفعل يرفع. يبقى هنا تصوير للعلم بانسان يرفع قدر الامه ويعزها، بانسان يرفع قدر الامه ويعزها. طب كلمه اجل مقام، شوف انت بقى كلمه اجل دي، اعظم وافضل واحسن واعلى واسمى. يبقى تعبير يوحي بعظمه المنزله التي تصل اليها الامه. يرفعها، تعود على الامه، الها تعود على الامه، اجل مقام. يبقى الامه تصل الى ايه؟ الى منزله عليا بسبب من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، عن طريق فضل العلم. يبقى كلمه اجل مقام تعبير يوحي بعظمه المنزله التي تصل اليها الامه بفضل الله اولا، عن طريق فضل العلم التي حصلته. طبعا واضح كلمه الجهل والعلم يخفض ويرفع، بينهما تضاد، قلنا التضاد يعمل ايه؟ يوضح المعنى ويؤكده. طيب ممكن مثلا ناخد علاقه ثانيه، لما احنا بنقول والجهل يخفض امه ويذلها والعلم يرفعها اجل مقام. شوف كده كلمه الجهل في الشطر الايه؟ في الشطر ده اول كلمه في الشطر، بعد كده يخفض، اللي بعد منها الشطر الثاني والعلم يرفع. كويس؟ يبقى هنا ممكن اقول ايه؟ بين شطري البيت الربع الموجود عندي مقابله. مقابله يعني تضاد، بس بين اكثر من معنى بشرط الترتيب. وهذه المقابله وهذا التضاد يوضح المعنى ويؤكده. يبقى لو قال لي لو اخذ الجهل مع العلم هقول له ده تضاد. يخفض ويرفع تضاد. انما الشطر الاول والجهل يخفض والعلم يرفع، يبقى ده ايه؟ مقابله. مقابلة يعني علاقة عكسية بين أكثر من معنى. يعني إيه؟ تضاد؟ أيوة تمام، تضاد بس إيه؟ مكرر. يبقى هنا عندي تضاد برضو بين أكثر من معنى، وده بنقول عليه مقابلة، والمقابلة توضح المعنى وتؤكده. طيب هنا لما يقول لي انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. انظر، احنا قلنا ده اسلوب ايه؟ اسلوب امر، تمام؟ في دعوه، في تامل هنا. ايه الغرض منها؟ النصح والارشاد برضو. ليه؟ لان هيجي بعد كده في مصلحه ليك، لازم تتامل. انظر الى الاقوام. الاقوام هنا جماعات من الناس، تمام؟ يبقى جمع يدل على الايه؟ على الكثره. الناس كتير قوي اللي بتستفيد منين؟ من العلم، والناس ايه؟ الاختراعات حصلت مع ناس كتيره جدا جدا. طب كلمه الاقوام معرفه ليه؟ قال لي ومعرفة تفيد التعظيم، لأن هنا عندي إيه؟ ناس كتيرة واستفادت من التعليم واستفادت من الاختراعات، كويس؟ يبقى كده تفيد التعظيم. كنا إحنا بناخد نكر للتعظيم، لا، وهنا برضو ليه؟ المعرفة هنا تمام للتعظيم. يقول لي هنا عندي بقى كيف سمت بهم تلك العلوم، سمت بهم تلك العلوم.
قلنا رفعت، هي مين اللي رفعت؟ سمت يعني تلك العلوم. في حد يعرف كده كلمة العلوم تعرب؟ تلك العلوم اسم إشارة، تلك بعد منه اسم في ألف ولام، وهذا اسم الإشارة يشير إلى الإيه؟ إلى المعرفة اللي بعد منه تعرب إيه؟ شرحناهم، ده أول درس نحو شرحته معاكم اللي هو أيوة بدل، تمام. يبقى تلك العلوم، يبقى سمت تلك، يبقى تلك اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، يبقى العلوم عشان كده أت إيه؟ أتت مضمومة بدل مرفوع بالضمة. يبقى هل العلوم دي بتسمو؟ لا، يبقى التصوير للعموم للعلوم اللي عندي دي لما علم بإنسان يرفع من مكانة الناس إلى الأقوام اللي فاتت، يبقى العلوم هي اللي رفعت منين؟ من شأنهم ومن مكانتهم. طيب وهذا يدل على إيه؟ ده بيحيلك بإيه؟ بيدل على إيه ده؟ على أثر العلوم في سمو البشرية، إن العلم كويس هو سبب ارتفاع منزلة البشر. ناس عندهم علم هيخترعوا، ناس عندهم علم مكانتهم هترتفع على باقي البشر أو باقي الدول أو باقي الأمم. طب كلمة تلك العلوم تشير إلى كلمة العلوم، وكلمة العلوم إيه؟ حاجة كويسة. يبقى تلك اسم إشارة للبعيد يفيد التعظيم، تعظيم شأن العلوم. أولئك الذين أنعم الله عليهم، فكلمة أولئك اسم إشارة للبعيد. طب هنا بتبعد في صوتك ليه؟ بتطول في صوتك ليه؟ بترفع إيدك ليه؟ بتشاور من بعيد؟ يبقى كده أنت تعظم من تشير إليه، أنت تعظم من تشير إليه. يبقى تلك اسم إشارة للبعيد يفيد الإيه؟ التعظيم. وإن كانت بعد بعض الكتب مثلا أو بعض الشروحات مش إيه؟ مش موجود فيها هذه الإيه؟ المواطن الجمل اللي إحنا بنشرحها، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كلمة الأقوام وكلمة العلوم جمع عندنا أي جمع يفيد الكثرة، كانت كلمة كويسة، كلمة لها معنى مفيد، مفيد يبقى نقول إيه؟ جمع يفيد الكثرة ومعرفة للتعظيم، ومعرفة للتعظيم. يبقى أنا هنا كنت إيه؟ مهتم إن أنا أخلي بالي ما بين المترادفات اللي موجودة عندي، إن أنا أفرق بينهم. وهنبدأ هنا نسأل مثلا أو نقول بقى إيه؟ هنا جاب كلمة أخو الجهالة مثلا، أخو الجهالة هل هي أجمل أم كلمة الجاهل؟ وأخو الجهالة كويس إن هو إيه؟ ساع إلى حرب بغير حسام، فأيهما تفضل، كلمة أخو الجهالة أم والجاهل؟ لما الشعر كان بيقول لي إيه؟ وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام. طبعا كلمة أخو الجهالة طبعا هي أفضل، لأن هنا يدل كلمة أخو، أيوة تفتكروا إيه؟ تدل على الملازمة، أحسنتم، تدل على الملازمة. يبقى ملازمة إيه؟ ملازمة الجهل لصاحبه، كويس، أخوه على طول معاه دايما. أما كلمة الجاهل ممكن يكون إيه؟ جاهل لوحده، أو جاهل ده اسم فاعل، يعني ممكن يكون إيه؟ جاهل النهاردة أو هذا العام وبعد كده يتعلم. إنما كلمة أخو الجهالة تدل على الملازمة. طيب هنبدأ بقى عندنا هنا إيه؟ في أول تدريب عندنا دلوقتي، مهم إن إحنا ناخد بالنا في التدريبات دلوقتي. رب بنيكم، ده أول كده إيه؟ أول بيتين بيقول لي إيه؟ رب بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، مرادف هذبوا، ساعدوا، ولا بينوا، ولا أصلحوا، ولا حفزوا. يبقى هنا هذبوا هي تربية بس تربية تزيد شوية، يبقى تربية نحو الصلاح طبعا، يبقى ايه مرادف هذبوا ايه؟ اصلحوا، تمام. طيب مضاد المعدمين الاثرياء ولا السعداء ولا الاقوياء ولا الشجعان؟ المعدمين قلنا معناها الفقراء، تمام كده وضحت اجابتها ان هي الاثرياء. مفرد كلمة فتيات، هل هي فتى ولا فتوى ولا فتوة ولا فتاة؟ فتيات مفردها فتاة، تمام أحسنتم. كلمة
الدنيا جمع الدنيا الدناه ولا الدنايا ولا الدناءات ولا الدناه؟ الدناه دي مفردها الداني، الدنايا مفردها الدنية، الدناءات مفردها الدناءة. يبقى فعلا ايه؟ يبقى هي اخر واحدة اللي هي الدنا، اللي هي كلمة الدنيا تجمع على الدنا. طيب نبدأ بقى هنا ايه الأسئلة اللي انتم المفروض بقى تجاوبوها دلوقتي. ما الفكرة المناسبة لهذين البيتين؟ الفكرة بتاع البيتين او البيتين اللي احنا قلناهم دول، ده ليكم انتم بقى في الواجب. لماذا اختار الشاعر الفعل ربوا مع البنين والفعل هذبوا مع الفتيات؟ برضو سؤال هنا مش موجود في ايه؟ يعني في كتب، مش موجود في حاجة، بس لفت نظر الإنسان ان لينا ايه، فلازم تجاوبوا انتوا على السؤال ده. لماذا اختار الشاعر الفعل ربوا مع البنين والفعل هذبوا مع الفتيات؟ من ناحية اللفظ، يعني شكل اللفظ نفسه، تربية، ربوا أولادكم البنين، مع أما مع البنات الفتيات قال لك هذبوا. بطريقة نطق كده أنتوا عرفتوا الإجابة. يبقى ربوا تربية مع البنين، أما مع الفتيات هذبوا. السؤال الرابع، علاقة فالعلم خير قوام بما قبلها، أكمل. سهلة دي، قلناها برضو سهلة. قدم الشاعر التربية على التعليم، قدم الشاعر التربية على التعليم في قوله ربوا بنيكم علموهم، هل وفق أم لا؟ مع بيان السبب، مع بيان السبب. ما شاء الله، في هنا إجابات أصلحوا في الأولى، والأثرياء في الثانية، وفتاة في الثالثة، والدنا أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ربنا يبارك فيكم. هنا السؤال ده شوية محير. قدم الشاعر التربية على التعليم في قوله رب بنيكم علموهم، هل وفق الشاعر أم لا؟ مع بيان السبب. احنا واخدين اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية والتعليم كويس، بس هنا بيقول لك رب بنيكم علموهم. طبعا دي احنا شرحناها في الاول باستفاضة، بس هنا تقول لي هل وفق الشاعر ام لا، فتقول لي وفق ولذلك او بسبب، وتروح قايل السبب. لم يوفق وتقول لي ايه السبب، تمام. بس انا هنا مرتبط بايه؟ مش برغبتي انا، لا، انا هنا مرتبط بمين؟ بقول الشاعر. هو هنا قدم التربية على التعليم، موفق ولا لا؟ يبقى ليه، تمام. يقول لي ما الجمال في البيت الثاني؟ البيت الثاني هنا هو هنا ما حددش. البيت الثاني ايه؟ ما حددش ايه الجمال في الجملة دي، الشطر الاول او الشطر الثاني. البيت الثاني اللي كان بيقول ايه؟ فاكرينه؟ والعلم مال المعدنين اذا هم خرجوا الى الدنيا بغير حطام. ده كان البيت الثاني. طب هنا بيقول لي ما الجمال في البيت الثاني؟ هنا مش محدد، ما هنا عامة. اي موطن جمال تلاقيه طلعه، ان كان واحد او اثنين. في واحد طبعا ظاهر واضح، والتكمله الباقيه، بس اهم حاجه ان انت تجيب التصوير الاول. اذا كان في تصوير تقول لي تصوير، اذا كان مثلا في اسلوب يبقى تقول لي ايه اسلوب، بعد كده التصوير. اهم حاجه التصوير، ما الجمال التصوير او التشبيه. طيب في السؤال رقم 7، اذكر النصيحه التي قدمها الشاعر للقائمين على تربيه الابناء. قدم لهم نصيحه، الناس اللي بيربوا قائمين على تربية الأبناء أو البنات، يعني كلمة البنات تطلق، الأبناء تطلق على الايه؟ البنين والبنات. طيب وبما علل ذلك؟ هو قدم النصيحة وقال تعليل للنصيحة دي. اذكر النصيحة التي قدمها الشاعر للقائمين على تربية الأبناء وبما علل ذلك. برضو ليكم انتم. التدريب الثاني يقول لي وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أجل مقام، انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي. اختر الإجابة الصحيحة. أخو الجهالة تعبير يدل على انتشار الجهل، تدني منزلة الجاهل
فقدان الطموح ولا ملازمة الجهل لصاحبه؟ بالراحة كده لازم نقرأ الاختيارات الأربع، نخلي بالنا. أول ما تقرأ كده اختيارات لازم تقرأ الإيه؟ الأربعة، وتركز الاختيار اللي هتختاره ده في النص عندنا مش عامة. يبقى هنا أنت مرتبط بمين؟ بالنص. وأخو الجهالة تعبير يدل على تمام، أخو الجهالة، وما قالش الجهل، ما قالش الجهل إن هو انتشر، وما قالش إن الجاهل ليه منزلة متدنية، وما قالش هنا إن الجاهل ما عندوش طموح أو فقد الطموح، لا، ده هنا أخو الجهالة فقط، يبقى يدل على ملازمة الجهل لصاحبه. أحسنتم. جمع كلمة أمة، أمهات ولا أمم ولا أمات ولا إماء؟ أمات، أم، إماء، أما، أمهات، أم برضو، يبقى هي فعلا جمع أمة، أمم. تمام. المراد بكلمة مقام بفتح الميم مقام مكانة ولا مكان ولا نهوض ولا قبر؟ محتارين صح؟ نفكر فيها شوية. المراد بكلمة مقام، المراد بيها مكانة ولا مكان ولا نهوض ولا قبر؟ أنا بسأل في المراد، فين الإجابات بقى بتاعتكم؟ المراد بكلمة مقام مكانة ولا مكان ولا نهوض ولا قبر؟ جاوبوها. مضاد يذلها، يسهلها، يصعبها، يحقرها، يعزها. مضاد يذلها، فيش إجابات لكلمة المراد بكلمة مقام؟ الناس اللي كانت بتجاوب دلوقتي راحت فين؟ نعم، موفقة الشارقة في الأول، تمام، كويس، تدل على ملازمة الجهل لصاحبه، كويس. لا، تدني منزلة الجهل، لا، مكانة وكلمة مضاد يذلها يعزها، تمام، أحسنتم. فعلا المراد بكلمة مقام، أنا أتي المراد، ما قلتش مرادف أو معنى كلمة مقام، هي معناها ولا مرادفها مكان، أما المراد بها مكانة، أجل مقام يعني أجل مكانة ومنزلة، أحسنتم. طيب هنا عندي السؤال الثاني، أخو الجهالة والجاهل أيهما أجمل ولماذا؟ معنى كلمة أيهما أجمل، هي الكلمتين مش حلوين، لا، ما احنا بنسأل في النصوص هنا أيهما أجمل، يعني فين؟ في كلمة التذوق، التذوق لإيه؟ لمفردات النص. يبقى هنا عندي أيهما أكثر في المعنى، أيهما يؤثر في معناه، لأن قلنا الشعر يعتمد على الوجدان بخلاف النثر يعتمد على العقل والمنطق. يبقى أقول أخو الجهالة تعبير قوي ولا الجاهل تعبير قوي؟ يبقى أيهما أجمل يعني أيهما أقوى في التعبير والدلالة؟ هتختار واحد تقول لي ليه؟ طبعا ما جاوبينه قبل كده. بيقول لي بين سبب مجيء كلمة حرب وأمة، الاتنين دول نكرتان، أو إنهم جم نكرتين مثلا، أتوا نكرتين، دي نكرة ليه ودي نكرة ليه؟ برضو إيه؟ إجابة ليكم أنتوا. السؤال الرابع، على ما يدل قول الشاعر ساع إلى حرب بغير حسام؟ بيدل على إيه؟ بيدل على إيه؟ ما دلالة قول الشاعر ساع إلى حرب بغير حسام؟ هو مين اللي ساع؟ مش عارف. لا، ما انتوا عارفين، بس كلمة واحد ساع إلى حرب بغير حسام تدل على إيه؟ أخو الجهالة أفضل، تمام، أخو الجهالة، الناس اللي بتجاوب هنا ربنا يبارك فيكم، أفضل لأنها تدل على ملازمة الجهل لصاحبه، تمام، أحسنتم، ما شاء الله، كويس. طيب، قام الشاعر بعقد مقارنة بين الجهل والعلم، وضح ذلك من خلال فهمك للنص، وممكن يقول لي بطريقة تانية، اذكر من النص ما يدل على هذا المعنى. بدأ سؤال تسميع، اذكر من النص ده أسمع له، البيت يقول كذا وكذا أو البيتين بيقولوا كذا وكذا، إنما وضح ذلك من خلال فهمك للنص، يبقى عايز إيه؟ إن أنا
اوضح ذلك ان انا اشرح. يبقى يفضل ان انا اجيب الجمله اللي انا هقول فيها مقارنه ما بين ده وما بين ده، الجمله دي والجمله دي والجمله دي والجمله دي، وان انا اشرح الايه الكلام. يبقى ممكن اذكر الجمل واشرحها، بخلاف لو قال لي اذكر من النص ما يدل على ذلك، يبقى ده عايز ايه؟ او ان انا اسمع فقط. طيب السؤال السادس، ما الفكره المناسبه لهذه الابيات اللي هم من اول واخو الجهاله والبيت اللي هي الرابع والجهل والبيت الخامس انظر. بعد كده هنا بيقول لي بقى سؤال سابع برضو، دعا الشاعر الى التامل في اسباب تقدم الدول. دعا الشاعر الى التامل في اسباب تقدم الدول او البشر او الناس عامه، اذكر البيت الدال على هذا المعنى. طبعا واضح كده من كلمه دعا الشاعر الى التامل. كويس. طيب قبل ما ننهي بس الايه الحلقه يعني، كانت في سؤال شفته اصلا كده ايه، طبعا انا بدات معاكم في النصوص رحمه ومحبه، وده الايه النص الثاني، وفي النحو البدل وايه اسلوب المدح والذم سواء بنعمه وبئس او بحبذا. ولكن كان في سؤال المره اللي فاتت يقول لي مستر لو سمحت عايز حضرتك تعرب كلمه أي هذا الشاكي، كلمة تمام. في إجابة هنا البيت يقول والعلم يرفع الأمم ويعلي قدرها أما الجهل فهي طبعا صح يذلها ويخفض مكانتها. تمام، إجابة مظبوطة. طيب إعراب كلمة أي هذا الشاكي، إعرابها في النداء وهي أتت في نص كن جميلا، ولكن ما فيش مشكلة نعربها. انتوا معاكم الكتاب، لو انتوا معاكم الكتاب هتلاقي كلمه تشكيل ايو، لو هي بالشد عندك او بالشد موجوده ايو اصبحت هنا ايها، خلاص ايها، بنخلي بالنا طالما ان هي شد وضمه يبقى ايه تنطق ايها، ده في الاول. طب انا عارف ان ايها هي اللي اتت منادى، ومنادى ايه كاعراب؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. طب والهاء بتاعتها دي؟ لا، الهاء دي للتنبيه لا محل لها من الاعراب. تمام كده؟ وطالما كلمه ايها يبقى ده نوع المنادى اللي عندي ايه؟ تمام، نكره مقصوده، نكره مقصوده، والنكره المقصوده عندي بتبقى مبنيه في محل نصب، مبنيه على شكلها. طيب يبقى طب ايها بعد كده ذا الشاكي. طب ده هنا ده هنا هو اللي اسم اشاره، واسم الاشاره جاي فين؟ تمام، جاي بعد كلمه ايها، يبقى اسم الاشاره بعد ايها بيبقى ايه؟ مبني في محل رفع نعت، مبني في محل رفع نعت. كويس. طيب وكلمه الشاكي نفتكر كده، هذا الشاكي اسم إشارة بعد منه اسم في ألف ولام ويشير إليه، يبقى إيه؟ تمام، بدل مرفوع بس الضمة مقدرة على الياء للثقل، الشاكي يو، ما أقدرش أقول كده. فأي كلمة آخرها زي كلمة القاضي الشاكي ده كله ماشي، ده كله يعرب إيه؟ ضمة مقدرة على الياء للثقل، يبقى أيو ها. طب انا كده عندي اسم الاشاره ذا، ما هي طب والمفروض اصلا تبقى ها ذا، اسم الاشاره العادي بتاعنا ها ذا، لو انا قسمته هلاقي ها للتنبيه وذا هي اللي اسم اشاره، يبقى انا عندي ها للتنبيه اللي في اسم الاشاره هذا، وها للتنبيه اللي في كلمه ايها، يكتفى بواحده، يكتفى بواحده. اللغه العربيه تكره توالي الساكنان او المتماثلان، يبقى حذف الالف منها لمين؟ للتخفيف، فأصبحت أي هذا الشاكي. أما قبل كده كانت مكتوبة يعني في كتب قديمة أو في منهج قديمة أي هذا الشاكي، لو كانت هكذا أي بالساكنة يبقى هي دي الأداة نداء، دي الأداة نداء، وهذا هو اللي إيه اللي منادى. تمام، إنما موجودة عندي بالشدة، كان في كتاب مبعوتة بالشدة، حد بعد بالشدة أيو، يبقى هنا ايه هو ده المنادى، واداه النداء عندي حذفت لان اداه النداء ياء
تحذف مع أيها، أيها الطلاب، أيها المواطنون، أيها المسلمون، أيها الناس، أيها المعلمون، أصلها يا أيها. تمام؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت معكم، وكان معكم الأستاذ عادل فاروق، مع تمنياتنا وتوفيقنا ودعواتنا بالتوفيق لكم الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ونشكر القائمين على منصة البث تبع الوزارة، وزارة التربية والتعليم، حفظها الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.